من ضمن الأسئلة، لو في طالب في إعدادي هندسة محتار بين إنه يدخل قسم كهرباء أو ميكاترونيكس، ممكن ننصحه بإيه أحسن؟ الحقيقة إن كهرباء مش قسم واحد، قسم كهرباء مش لعب كهرباء، في اتصالات وحاسبات وباور. الشغل في حاسبات واتصالات أفضل من الباقيين من وجهة نظري. النصيحة إنك تقارن ما بين الأقسام مش بمجالات الدراسة، ولكن بفرص الشغل وسوق العمل ومتوسط الأجور وإنت حابب إيه. وزي ما دايما بقول، الشغل بيحتاج لغة ومهارات شخصية أكتر من المعرفة المكتسبة من الدراسة، وإنك تكون حابب أصلا الحاجة اللي إنت شغال فيها. على حسب كمان إنت عاوز تشتغل فين، وعلى حسب التجارب اللي إنت مريت بيها وإنت حبيتها. في ناس بتقول إن القسم ده أحسن وده قسم أحسن، ولكن من المهم جدا إنك تسمع كل الأطراف. فاسأل الناس في ميكاترونكس كهرباء، اسأل الناس اشتغلت وتشوف هما بيشتغلوا إيه وقارن، هو ده اللي هيحدد لك هذا الموضوع. ولكن حاول انك تكرر هذه الصورة، وربنا يكتب لك كل خير بإذن الله، وإن شاء الله تجد فيها الفرصة المناسبة اللي تقدر انك تكمل بيها بإذن واحد أحد، وربنا يوفقك.